بالروائع الحكمي التي جرت على لسان أمير الشعراء أحمد بيك شوقي شعرا ويرددها الجميع من إلقاء الشاعرة ريهام عاطف. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم تقم عليهم مأتما وعويلا. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان.